القصة الحقيقية لأبطال مسلسل التيلي تابيس، مسلسل الأطفال. القصة مأخوذة من قصة حصلت في مصحة نفسية في بلغاريا. المصحة كان اسمها اللالا لاند. كان العاملين في المصحة بيعاملوا المرضى بشكل سيء جدا. أول شخصية اللي هي تويتي اللي لونها بنفسجي، ده طفل عمره 7 سنوات وكان أصم، وكانت الابتسامة ما بتفارقش وشه أبدا. كان طفل مزعج وكان دايما يضرب راسه في الحيط، لحد ما في يوم حاول يهرب من المصحة، بس كان الجو بارد جدا وكان بيموت من شدة البرد لدرجة تحولت شفايفه للون الأزرق. ولكن الممرضين لحقوه فربطوه بالسرير، وهم بيربطوه عض ايد واحد من الممرضين، فقرروا ان هم يخلعوا له كل اسنانه. وفضل مربوط في السرير فترة طويلة لدرجة ان كل جسمه بقى لونه بنفسجي. الشخصية التانية اللي هي لالا، دي لونها اصفر، وهي طفلة كان عندها تشوه شديد في وشها، لكن ما كانتش مهتمة وكانت مبتسمة على طول، وكانت محبوسة في غرفة لمدة 5 سنين وعمرها ما شافت الشمس، وكانت من أمنياتها إن هي تشوف أشعة الشمس. طبعا جسمها تحول للون الأصفر عشان ما بتشوفش الشمس نهائيا، وكانت على طول بترقص. فالممرضين انزعجوا من الرقص الدائم ليها، فقرروا إن هم يكسروا رجل واحدة ليها. الشخصية الثالثة اللي هي ايه، ديبسي، ما أخضر، وده طفل عمره 6 سنين كان مريض دائم الابتسام، بس كان دائما بيتقيأ الأكل اللي بياكله، وأحيانا يتقيأ بدون ما يكون واكل حاجة، وده خلى لون وجهه أخضر. الشخصية الأخيرة اللي هي بو اللي لونها أحمر، هي طفلة عمرها 3 سنوات، فقد يعني عانت لما حصل حريق كبير في المصحة واحترق جسمها كله بالكامل، فتحول جسمها للون الأحمر وفارقت الحياة بعد عدة أيام. والشخصيات الأربعة ماتوا في يوم واحد. ودي كانت القصة لشخصيات مسلسل التيلي تابيس.